مساء الخير، مساء النور، مساء الفل والياسمين. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، صحه فطوركم وصحه شربتكم. راكم حاضرين معنا دائما في رانا سهرانين، ودائما مع اللمه الزينه مع مولين الدار وضيوفنا الكرام. برنامج حلقه بزاف بزاف شابه. مساء الخير زبير، صحه فطورك. صباح الخير. مساء الخير، تخلط لي كلش، راكي مخلطه لي. غلبنا اليوم، كمل معايا. صحه فطورك مشاهدينا الكرام، صحه فطوركم كما ولفناكم كل يوم سهره جديده. وانا ولفت ما وانا ولفت السهرات، واش يصبرني عليكم، واش يصبرني على احبابي وعلى هذا البيبليك الشباب اللي راه معنا اليوم. ثقه حر على روحكم، تيرمو تيرمو بغيتهم، غادي نتوحشهم، اوبليجي عليا ندي كاع تصاويرهم باه في الدار، باه ما نقعد في المود غير هو. نسرين بداي بداي صايبتي ما قديتش. قبل ما نبداو بضيوفنا الكرام، كما قلت نرحبوا يعني صحابنا واحبابنا اللي دائما القعده بلا بكم ما تحلاش. رشيد صحه فطورك. صحه فطورك نسرين، ومرحبا بتو المون. هذاك البلاصه قعدتوني هنا اليوم، فكرتوني في الاغنيه تاع خالد تامين يقول لك بعد ما كنت مول الخيمه وليت كضيف. لا اسمح لنا، انا هذه تبارك زبير، انا سلطاني. سلطاني سلطاني ما كاينش واحد اللي يحفر له كيما انت، يعني باش يكون على كبرك. ومعنا ثاني الحلو، واش راك؟ صحة فطورك. راك ما شاء الله عليك، الله يبارك. صحة فطورك. صحة فطورك زبير، صحة فطور بيبليك تاعنا، صحة فطور السادة المشاهدين. صاي ما ديش طونطاري، ما قلتوليش حاجه. ماما مو يستاهل زغريتها، راه شباب اليوم. ماما شيرت واحده زوج ثلاثه. يو 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 الزين هذا ويكير ميكير الشباب هذا. على بالكم انا خلعني صغاريت ما كاينش سيستمو. لا دوك تيستو من بعد. مازال حصة طويلة. ان شاء الله يا رب العالمين، مازال حصة طويلة، والحصة ما لازمش يعني ولا ما تقدرش تكون بلا ضيوفنا الكرام. اليوم حلقة سبيسيال، تخيلوا معايا ناس اللي ربحوا دراهم ونقصوا الوزن ديالهم. الحلقة تاع اليوم فيها طاقة إيجابية، فيها يعني الحيوية، وراح نديروا كامل القلب بهم. هما معنا الوزن الرابح، يعني اللي ربحوا في الوزن الرابح، والكوتش أيضا. نرحبوا بك حبيبة، صحة فطورك، كل عام وانت بألف خير. أي خايفة زوبير. صحة فطوركم، صحة فطور الشعب الجزائري، وكمل الأمة الإسلامية، وكمل صحابي وحبابي، وبيناتهم هذا هذا الكارثة. حبيبة اليوم سهرة سبيسيال، هذه وعد مني اليوم سهرة سبيسيال. كوتش صحة فطورك زبير، مرحبا بك. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم، الضيوف تاعنا بون انا الضيف ديالكم، مرحبا بكم، والبوبليك مرحبا بكم. دونك تكون سهره نعطي لك اليوم غير لي سكوب عليها. صح تبدلي تعبوا بالطو اودي دوم كاع اليوم. يلا ومعنا الرابح ايضا في لا كاتيغوري تاع الرجال. رابح واش راك؟ السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. الله يسلمك، الله يعيشك. السلام عليكم الاخت نسرين، الاخ زبير. نحيي الضيوف كاع محضرين معنا، ومام البيبليك هدايا، وكم صحة فطوركم، ونشكركم على الدعوه. ربي يعيشك ربي يخليك. الحاجه الاولانيه مبروك عليكم. قسما بالله والله يا حبيبه، ماني مامن هذه يا حبيبه تاع بوباطو اللي خدمت معايا. شا نقول لك؟ اللي هنا كوليسترول كانت هاك. والله غير زيانيتي حبيبه، والله شي تفسير يا تفسير ما تبدلت ولا سيلونسيوز سكوتي خاصني بك التمينه كتضحك. درتي ريجيم شو نام الضحكه وسيلونسيو. بيان سور كلش تبدل سيلونسيو ويتعاقب. ما شاء الله حبيبه، الله يسلمك. ماما كيما كوافيه. الله يبارك. وعلى ما كنتش كوافي لا امام الله، والله ما كانت هاك. صح سي بيان. كانت تتمشى بالفرانه في اسبانيا هذيك تشوفيها. الله يبارك. يعني الله يسلمك. داروا لك القلب ولا ما داروا لكش؟ قبل ما ندخلوا يعني في صلب الموضوع. اه داروا لك القلب؟ سرين علاش؟ خير ما عندوش القلب. ما عندوش القلب وعنده الكرش. قبل ما يبدا الحصه بعث قال لي عندي برنامج، وقالوا لي ما تشيانش ما تجيش. ما قديتش. وبعث لي فيديو كنت نوريه لكم، تموتوا بالضحك. لا نوريه لكم. راه ستار لاخوك. هذه ساترك. قال لي هذا الكرش تولي هاك ويكوبي النفس ويطلق النفس.
بعد ريجيم ما زادش قاعد لي ما خبيت والله ما نجبت 15 يوم بصح سمحي لي ريجيم تاعها حبالو بيا اسمح لي بصح قال لي عندي 15 يوم لازم نبدا ها ما قديت شي قيس دراهم نقول لك قال لي كل حبالو بيا صباح ونص سكالوب انا ما قدش وانا نبغي الزيوتات نبغي البورك الله الله هكا البورك بعض الزيت هكا من يهون هذيك هي الرشوق هذاك هو الرشوق درت امام الله شادرت شريت واحد الحزامه هذا نزير الكرجوا انكان الاستيك هاني نتمشى بها يعني لاباس الحمد لله هاني نتمشى ونسخف الغاشي حاسبني لا طاي خلينا مكتب زبير مكتبش من نايت عاودي هذا ماكش سمين ماهوش سمين ثقة حر عليها ثقة حر عليها لا 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 اعطيني انا بالك والحلو شي يقول مسكين لا لا حلو راه هايل او هايل حلو اني هايل واش بك حلو خاصها نجيب ولا لا 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 نقدر نزيد شويه في لاماس مسكولار يسمع انت هاي شويه اخر العضلات فهمت شنو قال لك زيد العظومه واه شويه العضلات العظومه تزيد تزايرهم شويه ان شاء الله انا غادي هي ورينا كيش ينعت لنا ان شاء الله برك باش نذكروا انه يعني رابح نقص 66 كيلو واللي هو يعني الوزن تاعك الوزن تاعي 66 كيلو ثم رابح نقصني انا محيانا واه كيش قلنا كافا هي كيش قلت رابح كان نورمال ما قال كيش هذا قال دي سي دي 66 شكون هو حميد قال حميد حط على جهه وكوتينا كمل يعطيك الصحة فريمون كوش دوك نزيدو نتكلموا على يعني البرنامج ونتكلموا أيضا على المثابرة وهذيك القلب اللي درتوه ما شاء الله والله غير ما شاء الله أنا نعاود لهم الثقة هذوك على الجو وي والله غير قلب 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 أقسم بالله ما شاء الله مي قبل هذه نروحوا لفقرة بين البارح واليوم باش نستفتحوا بها البرنامج نروحوا جينجل اليوم في برنامجنا ولا في الفقرة تاعنا تاع بين البارح واليوم حنتكلموا بما انه الله يبارككم مشرفينا حنتكلموا على المائدة الجزائرية كي كانت البارح وكي ولات اليوم يعني بكري كانوا جو بونس انا بور موا كانوا شوية كنا ناكلوا الماكلة الصحية يعني بارابور لهاد العوام اللي ولينا نحبوا ناكلوا لي بيتزا طابلة تاعنا سيرتو في ايامات الخالين نحبوا ناكلوا لي تاكوس نتشهوا هذوك الماكله تاع برا دونك الطابله تبدلت بين البارح واليوم واش رايكم ها ماشي انا حبيبه بين البارح واليوم واش صرا بين البارح واليوم راهي لا مودرنيتي في الماكله بصح ماكلتك ما طابلتك ما بين العام اللي فات وهذا آه وي كيف وي كيف وي العام اللي فات كانت غيش مانيفيك فيها كاع الالوان اللي دام لهنا اللي دام ماشي لهنا ناكل 24 حبه تاع بوراك يا لطيف انا كنت غير قاعده حاجه يا سته تاع الشربه سته في الشربه ولا سبعه وتجاني هضره بوراكات اه سيجار اه سيجار اه وناكل ناكل الحلو بزاف كل ما نرقد ونوض لازم نلقى حبه نعقب يدي غير طابله هكا نفلس يا حفيظ نرقد كنت كلفعه قول والله حتى يقول الله اكبر وهذا العام هذا العام لا راني ها النظام واش كاين في الطابله تاعك هذا العام هذا العام كاين بويا بالبروكولي و ماني نحريره راني لا 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 سوب كاين هذه جات 3 جوغ ودوكا بدلنا البروغرام طنا يا حوت يا لحم يا فوالا و توجور لي 150 ولا 200 مانيش عارف اني شك فيها ما على باليش مانيش عارف اني شك باللي راهي خاطئه مانيش حافظ الضبط ما راهيش تريشي والله ماني تريشي راهي تهضر وتحذر فيه نوا لا لا نخزر فيه بالك كاني غلطه في الميزان ولا ما تغليت حميد لا كي غلطه في البوراك ماشي بغويا بروكولي بروكولي ماشي بغويا بروكولي بغويا البويون واسمو البويون وانت رابح علي هذا يهبلك ما ديريش عليه ورابح ورابح رابح انسان اللي ما كانش يخلي اينر بين روبا وروبا ما كان زعما عنديش وقت زعما نقول لك زعما ناكل دوكا بعد نخلي ربع ساعه باش ننزل ناكل امبوسيبل ما تلحقش عليا ساعه نكون زدت كليت اسمع كنت كي فونتوز ناكل انا ناكل ما كنت ما بون ما الماكله تاعي كنت نخير ما كنتش ناكل برك مي ناكل بزاف زيوتي ناكل بزاف ناكل غير برا حتى يما عيات مني مسكينه ودروك دوكا خلاص نقات ماكلاتي الحمد لله
لو فات الانسان اللي يحسب لي كالوري تاعو اللي يعرف كاش ياكل. وانت كوتش؟ انا شو انا حياتي كاع نحسب صادق باغ ريفلكس يعني باغ ديفو نحسب ماكلتي دونك انا عندي سي دي زاني ناكل كيف كيف مي هما واش كانوا ياكلوا لو كانت عاود ترجع الحصه تاع الوزن الرابح نشفى قلنا لهم اليوم سيتي لو جور تاع المولود قلنا لهم ديكم اوبن داي دوموندي واش حبيتوا وبعت واحد كان نونو تاعهم بعثوا قلت له دير لا ليست واش حبوا ياكلوا الوغ نحكي لكم على خوله واش كوموندات وحده معاهم كونديدات قالت لهم ناكل ستا كوموندات ستا بغرير يا لطيف واحد 25 متر تاع الشوا اون بيتزا ميغا وشنو تان محاجب كيلو تمر محاجب وكيلو تمر كيلو تمر وكيلو لتر البن هادو كاع تاكليهم كلاتهم كاع؟ نو دونك شوف لي ريفليكسيون تاعهم كيفاش كان التخمام ديالهم كان كي تعطي لهم تقول لهم كلوا واش تحبوا يجيبوا بالزياده سادير دون ان بوت وين ياكلوا هما ويوكلوا الناس سادير ما كانش عندهم لا ليميت ما يخممش ياكل هذيك الدقيقه سادير ليسونسيال الماكله تكون كاينه وما تبقى في ضاله وياكلها اون بعد سادير كانوا ياكلوا بزاف 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 هذه وحده واش كوم هذه مولات اللبن راني متخيل في ليماج ابري ماكلات شربت اللبن اسكو كتشوف كون كولير ولا نوار راحت كوش دوكا لو كان يعرضك زبير يعرض الناس وقت تعرف طابله ايتو وطابله فيها غير يدام في رمضان تبع شوا يا اما تاكل يا اما تموت بالجوع واش دير اوفيت نقي شويه نسين نسيه كاش ما ناكل حاجه وجلو فاك الله الله لسانك لسانك هاك طايح داك بوزلو فاك طايح لسانك ماشي ما ناكلش كاع وهو ماشي ما ياكلوش كاع مي سا ديبون ا كيل فريكونس اون مونج ماشي كل يوم خضره في السمانه اون سفي بليزيغ ناكلو واش نحبو مي لي زوطخ جور اون دوا ريسبكتي ان سارتان ايكيليبغ اليمونتير نشوفو الحلو الحلو واش تاع واش طابلتك تاع البارح وتاع اليوم حتى ما لقيتش نوقف لي راني نغير فيهم وما تسمع نقول لكم المهم غير وحده نقول اخويا وما غاش نعيشوا بزاف غادي لا كلب 80 عام هذه كي تكلب تما انا نقول لخويا الكوتش ما ديروش عليه الكوتش قاعد فيه هو اللي هو كي زين وجاي بلاطه شوفي راه هو راه موالف انتم ماشي موالفين على الفيطار هذا خلق ربي هذا خلق قال لك هو كي زين وجاي بروحه هل انتم غيرك قاعد تتبعوا فيه وسع انا لا يعني باش نقولوا باللي الصحه اوسي تلعب الدور دونك كي نقصوا لو بوا اي تو صحتنا تكون مليحه سي لا سونتي جو بونس كو عظمو هكذا كوتش الي كوم سا Il est comme ça, c'est-à-dire il mange, il grossit pas. Mais mazal, une fois qu'il dépasse les 31 ans et tout ça, il y a le métabolisme, il ralentit. Enfin, 45 ans. Là, il fait pas. 45 ans. Allez, garde vous d'arco. Rachid, table à terre avec Bill Berhulio. أبو رشيد ياكل الله يبارك باين والله والو لابيتي راحت لابيتي راحت بصح لو كانت نماركوها مي بوزات لا كيستيون مي قالت لكم بالبارح واليوم كانت تهضر معاكم وقعدت تشوف فيا على باسكو داري كي تبوز لا كيستيون ما بالبارح ماكلة تاع البارح وتاع اليوم جينيرالمون انا كنت نجيهم في العكس هما كاع بار نوستالجي يبغوا المواكل تاع البارح وانا جي توجور نقول لهم باللي يا ودي نو تاع دروك خير انا بيسك راني مع واحد خبير ماذا بيا نبوزي خويا اون كيستيون ما بين الماكله تاع البارح واليوم من خلينا من ناحيه تاع لا نوستالجي من ناحيه تاع لا فالور نيتريتيف من ناحيه تاع القيمه الغذائيه وين تشوف شكون اللي مليح البارح ولا اليوم اون فيت سي نبدا نهضروا صادق مش نهضروا لا فالور نيتريتيف نهضروا على البيو كيف يجي حاجه اللي خلقها ربي ما نهضروش على الاندستريال باسكو اون فيت الاندستريال فيها وعليها الحاجه ناتشورال ومليحه الي شير باش ما نكذبوش حاجه غونفورسي بلي فيتامين اي تو سا مي في لاندستري تطورنا مليح بكري كانت كان الحليب ما تلقاش فيه لي فيتامين ما تلقاش فيه الكالسيوم دوكا ولا كاين بارابور البيو البيو دوركا عندنا لي فاريتي مي لو بروبليم كي سوبوز اوجوردي سي كو كاينه لا بوليسيون اي لا بوليسيون تلوث الجو كاع متلوت ميم الشتا اللي تصب هذا الوقت ماشي اني با اني با كلين ماشي نقيه ميم كاع لو سورس اللي يجي من الجبال ماشي نقي لي ناب كاع يتك توسخوا تخمجوا دونك دركا اوجوردي هذه تسمى باش نريبوندي لك داروا دي زيتود
لي طومات لي زونتي اوكسيدون لا طومات معروفه فيها مضادات الاكسده سي بور سا بعيد شر بور لا بريفونسيون كونتر لو كانسير يقول لك كل بزاف طوماطيش باسكو الي ريش اون انتي اوكسيدون داروا دي زاناليز على لا طومات تاع لي زاني 50 اي لا طومات تاع لي زاني 2020 اي تو سا لقاو بلي لا فالور نوتريتيف تاع الطوماطيش تاع درك نقص 25% على طوماطيش تاع لي زاني 50 كومون مالغري كو سي دي طومات بيو نجوهم من القاعه باسكو لو سول تبدل كلش تبدل Et la galop, et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de maladies, parce que malgré ta coule bio, ça ne veut pas dire que tu es là. Donc, Anna, la réponse d'Ali, c'est que ma clète bekri, elle est mieux, elle est yani, healthy, que tu as le cas. Tu as le cas, que je te bédèle. Ou qui m'a parlé que. الحلو الموت وحده يعني الموت وحده ان شاء الله هي اسبيرو نموت اون بون سونتي ان شاء الله سي لا شوز لا بلوز ان شاء الله ان شاء الله يا ربي وربي يشافي ان شاء الله كامل الناس اللي راهم يعني مرضى نعاودوا نولوا يعني لواحد النقطه قبل ما نروحوا للفقره اخرى الحاجه ولا السؤال اللي جو بونس كو كامل يسقسيوه كي نقصوا في لو بوا يعني كيما الله يبارك رابح تشوفوا افون اي ابري ماشي كاع لا ميم بيرسون اوني داكور لا علاقه يعني هذيك اللحم ولا هذيك الجلده اسكو طاحت ولا درتوا لا شيرجي ولا انا جو بونس بزاف هاد لا كيسيون صح رابح انا جاب لي ربي ما فهادي شاطرني راي الكوتش ما كانش بنادم كان سمين سيرتو زعما يطول في السمانه ديالو قاعد زعما نقولوا بوندون 10 سمين ولا 12 ومن بعد يشيان ما يقدروش على هولات ما كانش منها مي سا ديبون الطريقه اللي شيان بها كيفاش اسكو هاد الانسان هذا كي دار ريجيم دار ريجيم وحده ولا دار سبور سبور تاعو كيفاش كان اسكو كان دير سبور تاعو سما كان يدير سبور مليح ولا انا بيرسونال ما نحكي على روحي ترى حولات قعدوا لي شويه هنا في كرشي اوبا انا شويه حاجه قليله تما ماشي حاجه اللي تقلقني انا نقعد نخمم فيها ولا يدي ما كانش عامل الحمد لله الحمد لله قالوا كاين بزاف كاين دي زيميشن ديجا في امريكان ايتو يروحوا ينحيوا لهم هذيك لابو يعني ترهلات هذيك ويعاودوا يولوا عادي صح عادي. كوتش اون فيت الترهلات كل واحد كيفاش سي لا جينيتيك سي لا كاليتي تاع لابو تاعنا فوالا كاين اللي كيشيان لابو ديالو ترجع باسكو كاين ليلاستين الكولاجين هما اللي يرجعوا لك يشدوا لك لابو ديالك كاين اللي لابو ديالو ترجع كاين اللي لابو ديالو ما ترجعش كاين اللي ينحي 50 كيلو لابو ديالو ترجع كاين اللي ينحي غير 20 كيلو لابو ما ترجعش اي سي سامبل سي با كومبليكي ما كان اوكون ميثود زعما باش تقول ندير سبور وكذا ونرجعها كيما كانت نو انت شيان كي تشيان وتلقى الترهلات هذوك حبيت دير اون اوبيراسيون تنحي الجلد ديالك الزايد نحي حبيت تعيش كيما راك عيش كيما راك بصح ماش نقولوا كاين اون ميثود ما كاش اون ميثود الله يبارك الحلو واش رايك يعني هكا في اللي يشيانوا بعد تقعد لهم ترهلات هي الاولى نقولوا على كلمه عيشيان زوبي راك عارف شنو نقولوا حنا عيشيان عيشيان يدعوا بها كي يقول الله يشيل لك العقايب واه ماشي ماشي انا زود ناقصه حلا حنا نقولوا زعما شين شين مزعوق شين ماشي مليح شين حاجه شين ها انا نقول لهم ربي خلص هو 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 هو, هو عنده حاجه انا نسقسيه هو صديق الحيوانات وكذا الحيوانات سمان فوالا كاين اي ديفيرونس اونتر لومان والحيوان الحيوان لازم يكون سمين باسكو علاش تلقاه لازم يخبي لو غا كيما لي فاش كيما لي موطون تلقاهم سمان لازم يخميو سي ربي دالهم هكذاك ماشي بروتيجي روحتيهم حتى لوما تاع بكري الانسان تاع بكري كان سمين بصح بكري كنا منعرض متعرض نتعرضوا كانوا لي زاني هذوك بكري يعني 2000 عامين كانوا يقدروا ما ياكلوش لازم يصيد ماشي ياكل لازم كذا سادير لي يكون سمين حاجه مليحه سادير سي تون كوش دو غريس دو ريزيرف مي اوجوردي طابله كيما هذه يا خويا ما عندك ما تسمان ما عندك ما دير بالسمانه اوجوردي باسكو الماكله كاينه بدهم ياكل فوالا الماكله مبزعه مي بكري الحيوان لازم يخبي لو غرا لازم يخبي لا الحيوان الحيوان كنت تعطيه ياكل كيما العود 5 كيلو 5 كيلو علف في النهار تعطيه انزوب تعطيه تعطيه 5 كيلو مي كنت قضبه كون يمرض ينقص في يومين ينقص ديريكت في يومين ينقص ماشي ما عندهاش هذيك تاع ما عندوش ما عندهاش حاجه واحده اخرى ولا كاين كان جي بيروت القنينة الأرنب في الصيف يموت بالخف يكون صحيح قدامك مشي مريض غير انت تدور راس تعاود تلقاه تلقاه ميت الشحم يتغلف على قلبه يتغلف على قلبه والمرارة تاعها تطرطق كاين شحال من واحد دار عليها ما قاش قال لك تكون واقفة تموت ديرك تموت
من بعد كي نعرف باللي كنت في الصيف تعطيها ما تعطيها العلف ما تعطيهاش بزاف. نقص لها الماكله. نقص لها الماكله. نقص لها الماكله وكاين اللي يقول قنينة ما تاكلش ما تشربش الماء. هي تشرب الماء، مي ما تشربش قدامك علاش؟ علاش تعطيها الحشيش، الحشيش فيه الماء. من تماك تتمدي يعني الماء تاعها. مي في الصيف تحط لها المقبل بزاف. كنتوا مع عالم الحيوانات. زبير زبير حميد الحلو. زبير غير بنقول لك حاجه، الخبير عنده الحق والحلو عنده الحق. الحق تاعه هو ريحه الحيوانات هنا في الجزائر. الامثله اللي جابهم الخبير ريحه على حيوانات اللي عايشين في المناطق بارده تل كلورس باش يدخل اون هيبرناسيون 6 موا هو اون هيبرناسيون اي لوي فود لا غريس بور كومبونسي استادير في زوج عندهم الحق كيما البطر يا اخي كيما دوكا هذو تاعو تاع لي ريجون فرواد فرواد سي فري كيما حامد خاصو الشحم باش يحمي نفسه ماهوش محمي ماكش محمي يا حميد هكا نصيحه من عندي لازم لك نصيحه دوك نجرو شكون نشوف شكون يجري انا ولا انت لا لا هو هذا ما يحوس الجزيري غير تهضر معاك نقول نجرو انا تجري غير هنايا خطره لقيت واحد يدير في يدير في سبور ايوا رايح مولي عليا رايح مولي شافني طلقت قدامه جريت كتبت حجله هو رايح مولي قلت له انت غير تجري هكا لما جبت حشاك انا جبت درت سبور وجبت حشا زوج تاع الزهر كاين واحد الغنيه تاع شارل ازنافور يقول لك اومني موا او باي دي ميرفي إل مو سومبل كو لا في موان بينيبل او باي دو سولي هو على ما يسحقش يسمان هو راه في بلاد اللي الكليما تاعها ما يتطلبش منه باش ياكل ولا باش يسمان أو باي دو سولي مام العيسى ساهلة في الصيف بحبة تاع طوماطيس في الكسرة وانت فريتها تطلع فوق السطح ترقد وانت فريتها بارابول كان احنا نسكنوا في مناطق باردة بون نور ولا اللي يقلك ماكلة كونسيستونت اللي يقلك اللحم اللي يقلك النابري اللي يقلك أمور سي بارابول لا ريجيون سي 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 جيوغرافيكمون تتأقلم مع هذاك الأمر وأزنافور إلا في ريزون الله يبارك يعني هذه ثقافة كبيرة لو كان نديروا عليها ديزيميسيون ديزيميسيون ما يخلصش شهرين ما تكملش ما تخلصش الهضرة ما تكملش الهضرة نروحوا زبير لفقرة نوستالجيا تبعوا معنا هلا حبيبه اعطيني شعورك في اللقطه هذه حبيبه قول خير ما ريحتها لها مزبايتو فيا انا يقول خير خادعه شغل ولاد بنتي انا متفخه ماكله وجايه معليش متفخه والله كنت نقول لك حاكم لي علقي ما لقيتش الكلمات في هذا كي ربحت ما امنتش وليت نقولهم انا خلاص تما وليت ما نشوفش شو سي با فري حبيبه يعني دير الكوراج اه وي كسبت التحدي ودير ودير ذاك التحدي هذاك التحدي ذاك الكوراج كيفاه درتيه؟ هو صعيب حبيبه المعاناه تاعك بوندون لي 6 موا صح احكي لهم صحيح معاناه كبيره أحكي جدا وحرجه وفيها لي نار وفيها الجوع وفيها اللي يهضر معايا نلصق فيه ما تفهمش مليح ما يسمعش مليح عندي غير التحدي هذاك لازم ما يفوتنيش نربح وفي الليل كنتو دايرين؟ في الليل نضلو نبكو وندورو كي لي زومبي هذا طالع واحد يا بنتها ندورو كش ما نشمش مو ولا واش نلقاو شلاضة قطع شلاضة قطع يقول ما يفيقناش الكوش باسكو علاش شلاضة ما كان والو تروح تروح شلاضة و تعذبنا فات سي دوكا يقدر واحد يسمع يقول لك باللي سي كوم سيكو كانوا في الحبس يعني في الحبس ولا فات هما En fait, c'est une télé-réalité. C'est un stage fermé de 6 mois, ma chère Josh. Et Zoubir, c'est une télé-réalité. Qui veut dire, on ne peut pas faire une production. Mais je ne sais pas que le Jumhur y a le fait. Mais quand je dis une production télé, on dit qu'on a 10 kilos ou 20 kilos. بوندون 6 موا سي با سينيفيكاتيف شغل الحصه ماش تحفز الناس صح ما تحفزهمش ما كاش لو شو دونك حنا اونيتي اوبليجي باش نديرو دي بيرفورمانس كبار بزاف وين انسان عادي ما يقدرش يديرهم في حياته العاديه كي يدير لا مواتير الي شامبيون دونك اونيتي اوبليجي دو فيغ سا وهما يزادير كي هي حبيبه كي تقول لك انا لو ريجيم تاعهم يبان لي نورمال باسكو موالفو مي هما بارابول واش كانوا ياكلوا تبان لهم بزاف موالفين انا قالت لك نكون راقده نوض لازم تكون قدامي حاجه حلوه ناكلها ونرجع لازم كانوا ياكلوا باغ
يعني ماشي نورمال كوم اون ماشين ياكل جوست ماشي ياكل ماشي كومبلي ان فيد دونك هي والفت لا روتين حاجه توالفها تنحيها لك ما تقدرلهاش سي بور سا عانت وسانسيرمون حبيبه عانت كملي غيوم عانت سكت تريشي تريشي تقول لها ياكلش اللوز حبيبه تريشي باللوز باللوز حبيبه حنا في اسبانيا والله العظيم ماشي كيف كيف اسبانيا وشنو اسبانيا واش وشنو قلت لنا بالجوع واش واش اسبانيا نسيت واقيلا وين تريشيتي وين تريشيتي معليش قولي لنا على الحصه ولا شنو كاين الحصه خلاص البحثي دراهم وخلاص في الحصه تريشيت واش تريشيتي وما على باليش هاي قولي لي تريشيت اول مره تقولها جمال في الجنان تاع غردايا ضربت نص قنطار تاع جنان تاع تشينا يا حوتي ولا وين هذا؟ ما شفتنيش انت كنا مخبيين مرشد كل واحد فينا كان قاعد الظهر شجرة شنو شجرة؟ بالار بصح شنو كنا نشي انا ما فهمتش قال لي كونديدا انا ما كنت انا هذا وين تفهم؟ هذا وين؟ ما على باليش انا على بالو كنا هو يرقد وحنا عزوش ثلاثة الخط اطاف خرجوا واش دارت هاتشينا؟ خرجوا فايتين من ربي يكشفها ربي يكشفها لا لا نحكي دوكا قلت لنا الحقيقة بعد الدور هي قلت لنا نحكي الحقيقة والله العظيم كانت التمر والله ما تريشي على بالك كانوا العراج نتاع التمر يقول لك اروح كولني على بالك العرجول هكا متكي اكثر من هذاك عليه ما نحكي لكش التمر قد هكا الحبة وطايب ما شاء الله وكاين بطيخ كاين الدلاع وين تجري زعما ديال السبور كاين اكولات وشنو؟ لا 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 انا حبيبه لا 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 سيلونس حبيبه حبيبه لا 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 حبيبه امور كبيره ولا صغيره؟ لا لا ما ناكلش حبيبه زبيد روح لا لا حبيبه والله والو او حبيبه ما ناكلش يا كوش افتيكو افتيكو حبيبه قال لك كوني صح حلفت لا 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 في خاطر القعده هذه صح حلفت وصلت ايام اخرين لا باه ياكل والله ما قدرنا ناكل ابون حبيب الله الله بلاتي كنت زعما نشكر في الفاكهه ناكلهم ياك حلفت عليه والله حلف باسكو علاه هذا هو درنا المشاكل في حياتنا لذيذ اعطيني فرصه غير وحدك حبيبه جماعه شفتي انا كنت ما نقدر نوض ما نقدر ندور في الفراش وكي نجي رايحه الخدمه نقول لولادي نوضهم هكا من عس نوضوني ما نقدرش نجي نهضر تسمع طراك 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 ما نقدرش نوض نبدا نحبي ولا غير نحبي نحبي باش نروح ندير صوالحي ولا باش نلبس نلبس لازم يلبسوا لي الصباط ما كاينش نلبس الباسكيت ما نقدرش والله غير برافو عليهم ها اقسم بالله غير برافو عليهم برافو عليك ودوك نعاودو نرجعو لك لواحد النقطة جد مهمة لكن قبل هادشي نروحو لفاصل قصير رجعنا لكم مشاهدينا الكرام دائما مع الرابحين تاع الوزن الرابح ونرجعوا ليك حبيبه قبل يعني الفاصل كنا شفنا لا فيديو اللي ربحتي فيها وكاين يعني بزاف ناس اللي يعني الناس الجمهور اللي كانوا يتبعوا في البرنامج كانوا يقولوا سير سارة تديها ويعني حتى في الربح كان يعني النيميرو صغير 500 غرام جو بونس صح ميم با ميم با ميم با كان 016 200 غرام انا ما كليتش هذيك الليله انا ما كليتش هذيك لاسواغي انا كليت زوج حبات تمر وكاس ماء سخون والطابله كانت بيان كارني يا زوبي هذاك اللحم كي داير والشامبون ويلفلف فيه هاك ونخزر في الماكله نقول واه ما تناكلش من الاحسن و جو بونس ساره واقيلا الله اعلم كلات كانت فرحانه وميته بالسعاده مع راجلها ولادها كنت متاكده انه حتديها؟ ايه بس كنت كانت الميزان تاعها يقول لها بلي تديها صح يعني احنا وانا الميزان تاعي ما كنتش نشوفه احنا لا يعني انا كنت حاضره في الحفل كنت جاي كنت حاضره في الحفل وقلت انت تعرفي خير مني باسكو انا كنت نشوف في الحفل كانوا كاع يقولوا ساره 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 صح ديها اسمك كي طلعتي يعني مبروك عليك الله يسلمك كي طلعتي الناس كاع شغل واحد يخطر في واحد كيفاش ومن بعد بدات الهضره تاع حبيبه ما كلاتش تاع منا ما كليتش والله ما كليتش كانت حيله حيله نقدر نقولوا كانت حيله فوق الحيل صعيبه صعيبه كانت صعيبه شوف عبيك كنت نمشي بالحفا نروح نجري
ندور من ندور على لوتيل ندور من هي ندور كنت ندير سؤال معليش على في الحصه يعني في ليميسيون في لا فينال وجنتوهم وي بيان سور المباشر زبير شوف هي لا فينال كانت فوندغودي حنا انا وزنتهم بالاربعه باش نبريباريهم ابخي نجوزو لا في نديرو لو شو تاعنا نديرو لا ريبيتيسيون بور لا فينال باسكو سيتي ان لايف وزناهم دراري وزناهم لقينا بيناتهم 1 كيلو ودمي اونت خرابح ومنير اون بورسونتاج شويه بلوز اون ماشي لا طرابي في دو جوغ 1 كيلو ودمي امبوسيبل مي سيتي بروش لو كان هذا ياخذ شويه ملح بزاف يدير غير طونسيون دو يلحقوا حبيبه وساره وزناهم لقينا بيناتهم من تما 160 غرام ماشي بزاف ومن بعد جات لي مدام سميره نحييها قالت لي قلت لها سميره سا باس با قالت لي امبوسيبل كون ديكلار كوم سا للبوبليك نقولوا بلي حبيبه ربحت ولا كانت ولا ساره ربحت والناس ما تشوفش باسكو سا فا كريي براتيكمون دي بروبليم دي بروبليم اسمح لي سي سمير سورتو سي كو يقولوا بلي هي زعما فنانه وربحوها يعطيك الصحه فنانه باسكو في الفنيتو فوالا اي دونك حنا بور لا كريديبيليتي ومش انا دوكا اوجوردي لا كونسيونس ديالي هي مهنيه انا واحد وديكوفريت شكون ربح مور ما حسبت لو بورسونتاج جو سافي با شكون راح يربح لا ساره لا حبيبه فوالا ميرسي سيتي انت لا رياليتي انا فناش و اون بليس كي وزننا شفت الخمار هذاك وزننا بالخمارات يعني مدام سميه دات حاجه عادله ان ساره دايره خمار انا كي قلت لهم خمار بس الخمار قلت سليمه ولا الخمار هذا ولا ما فهمت والو يعني كنتي وزن يعني خمار ما مليح حتى كلمه لا ديفيرونس بيناتهم خفيفه بزاف لبسناهم خمار باسكو هي ساره دايره خمار باش هي دايره خمار وثاني لبسوا لهم درنا لهم هكا شغل شال ماشي ما نحقروش ساره باسكو بالخمار ونفس الخمار ونفس اللوز في قحر عليها زعفت ساره ما خزرتش كاع فيها انا ساره انا هي خزرت فيك انا كنت دون لي فاب انا حسيت روحي عندي جناحتين ونطير في السماء مازال طيري شوفوا فيديو واحد اخر ونولو او دابا قلت لهم انايا قلت لهم تيتر هذا اكثر من الكادو اللي ديتو والله باسكو الشهور تعبت واش قال لك الكوتش قال لك وزننا بالاربعه حنا بون ما شفناش ميزاننا الكوتش على بالو قالنا جا لينا الكوتش قالنا كاين ديفيرونس صغيره بيناتكم تاع كيلوات ما نقدروش تسمى لازم نوزنكم اون بلان بيبليك ديرك اها انا في هذوك اليوم بالاربعه وزننا بالاربعه الخميس الجمعه او الكوتش على بالو نحيد واحد 3 كيلو ولا 4 كيلو اونطيني في هذيك لافي اونطيني نيت ودو ان شاء الله اونطيني 3 فوا اونطيني تبع 4 8 تاع الصباح صايم اونطيني قبل الفطور بساعه اونطيني السهره لو بوت سيتي لا فواتور لا لا ولا غير اليوتيتر قلت لهم والله غير اليوتيتر جاني شهور تاع خدمه ما لبناش بكينا طوموبيل حتى الدقائق الاخيره ما لبناش شنو الكادوات ولا ما لبناش على بالنا بلي لازم نربحوا وتحدي كان كبير هذوك اليومين هذا يروح للسبور يروح للبلاصه وما لقاش والله غير نروح ندير انا سبور ويروح ما يقوليش نروح نقبض الطريق يومين ولات عندها هذا من البلاص لقى غير بلاصه فارغه تصفر صافي راح يدير سبور انا الثاني نخرج ندير سبور وماشي راقدين كنا بلي كومبيتيسيون كي منهم 6 اور دو ماتان في رمضان انا ماذا بيا نعلن يعني تشالنج باذن الله هذا السيزون جايه نكون انا رشيد والحلو الحلو يصفق انا زعما ما تقونيش خطا جاي اسمع الحلو واللي كي نهضر تقول لي وراك خازل وعدني شوف لا توعدني دركا انا شفت مع سميره سميره دي حصه انا فيلمو اصبر اصبر هو كيف وشاشه سنين وقال بيبليك هنا يلا اسمع نزيد 20 كيلو ودخل معانا الجي حتى نسمع نجي يا سلام يعطيك واحد ان شاء الله كي نسمع راحوا لي مشاهد رشيد كي سبور شويه ولا والو والله والو ما تجري ما الوقت والله الوقت ولونفي تاع سبور ثاني شويه راه كواكو حنا باسكو حنا ما عندناش لا كولتور تاع لي سبور انديفيديوال ما عندناش حنا اللي قالك الواحد يرافقك جروب باش دير سبور وراني غضبان على روحي ما ندير سبور والله سبور لازم خاش انا نشوفك رشيد وين تشوفني باش امنيت نشوفك في الصاد تجري وانا ناكل هكا في البوراك هكا الله الله برافو رشيد زيد دوره واحده اخرى رشيد وانت انا وسي حميد سي حميد هكا متشيخين وسي رشيد يجري
نقول لكم شي راهي عرق شنو نتفرج شنو مخبريكم والله شو غادي نقول لكم واحد الحاجه بون هذه غير بور ديفيرتيسمون ما بين العقليه تاع البارح واليوم في الماكله راكم جايبينها دون فاسون سيونتيفيك وعندها علاقه مع الصحه بكري بكري الجزائريين ترموا اللي كانوا في الفقر وكانوا في العوزه ما عندهمش الله غالب كانوا ياكلوا مساكين غير باش ياكلوا كانت كاينه واحد الثقافه انتم دوك مين تهضروا تهضروا الماكله من جهه تاع لي كالوري من جهه تاع هاد الامور بكري طاش كانوا فاهميننا بكري غير هادو ما يبغوش يقول لكم كانوا يقولوا لنا اللي ياكل الباربه تزيد في الدم والمرقه تتمشى في العروق واللي ياكل الزيتون راسه يغلاض هاد السؤال هذه كانت ثقافه بو هو سيدي تفدويش بصح كانت ثقافه كانت الضروره حتمدها لازم زروديه تزيد في العينين تزيد ما شاء الله زومي زومي تعبلي اللي بركين بزاف زروديه ها هذه الخضوريه ما جاتش هكا جات بالكروطه جبت دير سبورتا ها دير سبور واه انا تاني نحكيكم ونقولكم على غادي نتمشى غبطه غادي تمشوا معايا كاع صاي واحد زوج ثلاثه بسم الله شوفوا فيديو تيكي كوتي هنايا ها صازياني تي حبيبه اقسم بالله عاودي تضحكي لي حبيبه هاديك الضحكه هاديك ما كنتيش قاعده تضحكي هكا ما كنتيش لا كنت نضحك كنتي تضحكي مصفارة ماشي مصفارة مغمومة باسكو كان فيها الشحم صح كنا كانت الامبيونس كانت كنتي حبيبه هكا نفرح ما ماشي ما نفرحش السمانه تاعي باسكو كانت عائق هاو يقول لك اللبسه يلبسوا لي منا تقعد يبات تبان منا يلبسوا حلو كيفاش يديروا معايا ولا يجيبوا لي تيكو تاع الرجال حتى لهنا باش تقدري تجوزي يعني باسكو لازم تجوزي سبور بصح طلعت الدار هذيك تاع العقبه طلعتها واش بيك قريبه طاحت بينا تقولي لي لا تقلبت معنا هاو عليها هاو عليها هنا اللي طحتي وكريمون كراد صح هاو ماكي نسيتي ديت معايا طاحت رافال طاحت رافال اش كريمون مسكين مكرود شنو نقول لك محلي كشغل سومي ولا لا بلاش عرفت دات العقبه هكا وتطلعيها ولازم تطيحيش ولازم تطيحيش نشد روحي بصح من فوق ما عاد نطلق روحي نسيت شغل حبيبه في بيريود كي كانت سمينه كي كنت كتتمشى بالقانون تاع كيما السيميات بريوريتي ادروات تمشى غير ادروات غير كوش تديك صح تديك ديالك شفتي كيفاش كنت نتعذب انت الله يبارك ممثله ومازالك يعني في التمثيل هذاك الوقت كان عندك يعني عائق انه المنتجين ما يعيطولكش ما صح كان عندي عائق يشوفوني دائما مرا سمينه عندها الدور الفلاني الغرفه الفلانيه ما عنديش ادوار تاع الرشاقه ودي وتعاني شفت بلي درتي حبيبه صح درتي اشهار ما عندكش بزاف درت اشهار يعني بحبيبه جديده دوكم يعيطوا لك كيفاه رشاقة بانت يا ودي رشاقة بانت لا لقيت روحي خفيفة إشعار ما فاكينو قفل جيه يوجعوني هذاك النهار درت الإشعار دروك هات بورتي فاك وي دروك هات سيداتي وشيداتي هذا هو بروديجي برافو عليك حبيبة ولا غير برافو عليا بيان سور حبيبة اليوم نقلشك اليوم حبيبة اليوم غادي القلاش زيدني فيديو هذا اخر شتي روحك كنتي كاميرا كانت من كتقلبك من تحت شو الطابله ايه والله صح كنت كي ديري هكا لا هنا الشحم كذا صح والله صح صح هذه كاع ريميرسيهم ريميرسي الكوتش سميره ريميرسي كاع القناه كاع اللي يعاونوا والله عاونوني يعطيهم كاع الصحه والله العظيم الكوتش سمير السيده سميره السيده سمير الشوا والشوا هذاك الشوا هذاك اللي طيب كنت دقيقه نبعث نقول لهم اعطوني يعطوني يقولوا زيدوا اعطوني ما شبعتش ما شبعوا خضره وحده طايبه وحده شحمه طايبه كاين وين ما كانوش طايبين المهم حنا كنا نكملوا الفيلم او نسيت وقيله نتايا صح ماشي زعما سمحي لي حبيبه مي كنت اكلت لحوم اكلت لحوم يعني كنتي بالسمونيه كنتي تي والسبع كيف 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 ناكل الخضر الله يحفظ يوسف ناكل الخضر هذيك ما شتيش في بونا كليت مصران قد هكا تاع كبش كما تشوفوا الشيرات العبره خضر 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 كليت الكرشه خضراء دواره وكليت هذاك المصران خضر والله عندك كونكاسير ما عندكش سطومة ديال عندي عندي لا سمحي لي تبارك الله شوف كانت عندك ليبر
داخل فلوسها تاع خويا اي بصح صغار دوكا برافو باش تاكل خويا كاع صغار صغار ها سمعتها واش كلات ديرها ايه بيتها شنو الحاجه البيزغ اللي كليتها انت حاجه البيزغ هي قالت لك مصران خضر انا خلقت ناكل مصران خضر كيت لحم خضر لي زورسان كاع ناكلو خضر على بالكم بها لي زورسان ولي زورسان باللي بخير على بالكم بها لا لا هذه غير تاعي بالك بها وكي تشاهدي فينا المشاهد كاين والله ما كليتها خضر لا صح لي زورسان نجيبو القارص ونجيبو الاخر فوق الروشي نصيدها منا ناكلها منا خطير بحال ماشي ولد البحر كرشة خضراء كرشة خضراء مصران خضراء وشنو لا والحوت مصران خضر هكاك خطفتو العجوزة هذه وكليتو جاتني حيوانين فمك بلاتي راح في الله يحفظه يسلم شعبون شي الحاجة البيزغ اللي كليتها خطرة واحد عرضنا هذا صديق لنا ودرنا دوكانا شدي قلنا هادو حجل لي كاي كي لي كاي سمان وكي دايره منا في الطابله شغل هي جينوما مسمينه مصدر منا مش مدينه كي لي لام ناقصين يجي السويد يجي كيما هكذاك لي هذاك لي اللي كاع اللي يجي في رمضان مي كون يجي في رمضان يجي في رمضان ياكل الزيتون هذاك الطويل المهاجر مي كون غير درنا هذاك هو ما درناش هذاك درنا قيويوي قيويوي عندك الاخر قيويوي هذاك براراج تاع زوبيا تقوليش دب برك براراج براراج هذاك اللي كرعي طوال ليكريت زعطوا ليكريت ليكريت هذاك كاع نهار وقيو قيو 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 احنا عندك ولا قيويوي يوسف ديال اليوم ايوا قلت لها وناكلوا فيهم ونكسروا اي قال لي اللي حدايا هذا رابح هذا راك اخينا سلافين حي بالمناسبه نايلي قال لي هذا قال لي تكسل قلت له بالك قلت له ما طيبهاش غايه تبع كي كلينا وكملنا قلت له ودي معليش باغي نغسل يدي رحت نتلقى في البيدو مازال الراس تاعها مازال ما قيسها يا لطيف قريب واحد 20 راس ودير انا برا اما لي انا ثاني انا جاي ما نحشمش رفدت البيدو كيما راه دخلت عند جماعه لقيتهم يتقرعوا ويا الاخر جماعه ببارك عليكم قيويوي سيد راس سيد وشي الحاجه البيزاغ اللي كليتها اللي كويس تقولوا نوي بلا كليتهم صح؟ بيان سير الاولى كنت نعيفهم بعد بصح كي كليتهم سوبر اكسترا. اها. هذه مال بيزار. بنان؟ بنان؟ بالبزاف. والله بالبزاف. كي تسمعي هكا اللي كويس دو كرولو تخمو جرعانها هكا تعيفوها مي. حسها خرجت على مسارها. انت اللي زور سما انت اللي زور سما باش تولي تاكلو. والله لا. انا ما ناكلهمش اصلا انا اصلا فيجيتاريان. وانتايا وش هي الحاجه البيزار انا جاي فيجيتاريا عباد ربي انا كشغل اللحومات ما يسخفونيش صح والله العظيم انا السردين باش كليتو وقيلا في عمري 41 عام صح والله العظيم السردين سي با نورمال صح حاجه البيزار اللي كليتها ما كاش وتغللو تاكلو لا لا تاكلو شي عادي كلشي انا انسان طبيعي مشاهد كريم عندي ثلاثه انورمال هادي تاكل لحم خضر حنايا لي زونفايسور لي زونفايسور سمير 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 واش كليت حاجه فيزا صدقيني ما جامي كليت حاجه فيزا يا ضرا رابح ناكل عادي ثاني افو ما يقدرش ياكل انا ديجا ناكل لا كبده لا لحم لا بوزلوف لا دوار لا والو ناكل بلون بولي صدر تاع الدجاج لا لا كويس ما ناكلهاش ناكل صدر هادي افو كي كنت افو لا دوكا صدر تاع الدجاج ناكل لازم يكون بيان كوي لازم يكون طيب مليح سينو ما نمسوش كاع ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك شتو حنا ناس عاديين الغير عاديين تاكل لحم اخضر مصران اخضر واحد ياكل قيويوي واحد ياكل جرايم وانا نقول لك واش كليت شكليتي شرشمان شو الشرشمان شرشمان في الصحراء فوت في سيدو شحال بنين مليح الشرشمان شغل تلين صغير زرزوميه تاكل زرزوميه مليحه مليحه بنينه فيها دواء الزيوت تاعها نجيب لك لا بروشين فوا لا نروحوا مشاهد كرام نبدلوا الموضوع لا لا ما صار تبدل انا غير زرزوميه والضفادع لا خفت على روحي خطره بنت خالتي مرضت فيها لازم ازماتيك تجي واحد الشيبانيه كبيره قلت لها ودي نعت لك على الدواء تاع عرب دوك هاد البومبو تقيسيها وتريحي قلت لها صحة شندير استغفر قلت لها جيبوا لها ضب
اه صح صح وتشرب الدم تاعها وتقليه تاع الضب هي دوك بتخالتي جايه شويه زعما تيتي فوالا اي شفت الضب وشفت قالوا هاك كاس تاع الدم باش تشربي قلت لهم قلت لهم اني باغي نموت ان شاء الله ولد قلت لهم لا ان شاء الله نموت ولا تدعي يا ربي نموت ومشي الضب انا راجل عمتي الله يرحمه كان عنده السكر هو صياد راح صيد الديب ديب ديب وداروا داخل في الجدار وياكل من لحمه ايه شنو ايه برا وشنو كمل القصه الديب صيدوه كلاب براسو بكلش في الجدار حنا كذا يصرا كنا نشوفوا هكاك الديب صح صح في قصر البخاري كان ياكل منه السكر تاعو نقص صور السكر تاعو يطلع اون فلاش ابا الديب اللحم تاع الديب مليح للسكري عندنا فيترينير وين يقولنا الصح ولا هيا قول لي انت فيترينير ما نتحملش مسؤوليه حق اكله لحومه حرام لا نحن نهضروا كوتي تاع الدين ومن بعد نروحوا لهذيك شعبك كي غادي يديرونا يديرونا حلوه هنا ونخلصوها غاليه صفري في هذه تعال تعال لا لا خلصها كنت صغيره شفت راجل عندي ما تخافيش لا ما تخافيش لا بس ياكلوا 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 كاينه من هذه ياكلوا كاينه من الان الان كاين الناس ياكلوا من في الدين يقول لك اكلات لحوم احنا انا ما كليتوش بصح راجل عمتي الله يرحمه كلاه ومازال كاين بزاف كوست تاع السكر ما كانش ما كانش هذاك لو مومون كاين كاين من هذه كاين الان راهم ياكلوا الان ياكلوا باسكو واحد يكون مريض تقول له اي حاجه روح يديرها يديرها بشري صح نزيد نقول لك ويريح بسيشيكمو يريح بسيشيكمو هو فيتيرينير الله يبارك واش رايك الناس تاكل لو سيربون الحنش تحس بلوش شبه هذا الحليب تاع داي صغار شتو جابو عمي واحد البلاد من المكسيك فيه يا ربي سامحني فيه اللحم تاع العائلة مرضى انتوما عمك يجيب الديوبة الحنوشة هي تاكل مصالة خضورة فيه 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 اللحم تاع الحمير حاشاكم عزكم الله وفي ولا عزكم حمار ثاني ناس من الله نقطعوا لا نشري نشري تزرع هذا وظلا كوبي وظلا كوبي لا 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 هذاك الحمار كي تخزر في عينيه تبرق قد هكا العين ما كانش على بالي ماذا بيا تجيبوا لي واحد يشوفني لا لا نهضر في الواقع دوك هذا دائما يغاي لا 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 شوف كاين 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 شوف واحد جا واحد الايميغري كان عندنا في كديل وقعد واحد 30 عام هكا ولا في الخارج من بعد كي جا دخل ديريكت عند وحدين يقولهم بندح وهادو كنا دايرين فرح بالمال العنزي راح لانكار شا دار الحيه اللي دارها شي اللي راه متوحشها والله العظيم دخل لانكار رانكار تاع تاع المعيز تاع العنزي رفد حاسكم بقيت الوسخ تاع الشمها وقدام قاعد يشم فيها يشمها والله للنريح يريح وتاني للصدر مليح لازم صافا فهمت الكوري تاع الكباش مليح لازم وين كاين معلومه معلومه وين كاين حشاك الانف الديشي كاين كاين تاني وين تحكي لي واحد شيبانيه كبيره عندها قريب 90 عام تسكن في لها اهل العيد اهل العيد هذا مجيسيك قالت لي كان يجينا واحد المرض كنا نهضروا على هذا الكوفيد قلنا قالت لك كان مرض يجينا بكري يقولها الجدري وي شوف الـ شوف الـ شوف الـ شوف الـ الطب تاعهم كي داير قالت لي جا قالت لي جا خويا كانت عدلي فيهم قالت لي خويا مات وزاد جا خوها واحد اخر جات شيبانيه قلت لهم انا نقول لكم كيديروا له كي دارت له داروا له كي السريج من بعد قلعوا له قشه وداروا في ذاك السريج الداخل وداروا له الاخر تاع البقري البقايا البقايا تاع البقري مي ولاو خمروهم خمروه ورقدوا الداخل وغطاوه حتى لهنا قال لك قعد في هذاك في نهار في هذاك الداخل خرج ريح قال لك وجهه ولا احمر الحمد لله معلومه بصح حنا باش نخرجوا من هذه خاطر رحنا شويه بعدنا ثقافه اللحوم مشاهدنا الكرام نروحوا فيديو واحد اخر ونجوا علي بن شيخ هنا يزعف صح زعف ايه زعف وش رايك وش قال لك زعف مشينا المخرج زعف انا وشنو انا درت الدور وخلاص صح انا كنت زوج كيفاش زوج انا كنت 18 طون في بلاك تفكرها لا صح كنت هنا 118 كيلو بتقعدي توجو دايره كوراج والله 118 كيلو من بعدك
كنت الماكلة نقول لهم بلي هذه ما كفاتنيش ولي فضل الدجاج منا نلايمهم قاعد نديهم اللوتيل كل ساعة ناكل حتى الخمسة تاع الصباح. شفتي ما شاء الله. كانت عندك شخصية يعني قوية ولا كانت متأثرة عليك لو بوا تاعك كان مأثر عليك؟ كانت عندي شخصية عندي لا كونفيونس حسب لو بوا. دوكا لي دوكا كي رققت الريح داني اول مرة الريح في فرد وضرب داني الريح ما شاء الله ما امنش شفتني الريح وكي جيت داخله كنت في واحد البلاصه وجيت داخله غلقوا عليا الباب على وحده تاع علي عند سميره منين دخلت من تحت الباب اقسم بالله دخلت من تحت الباب هنا امنت بالقدرات تاع سوبر جيمي صحيبه انا كي تهضيت قلت شوفي في الكوتش شوف ماشي خايفه منه اولا تربيت على انه استاذي تربيت على انه بابايا ما شاء الله زيدي ربيت نخزر في عينيه باش كش ما نغلط ولا هو يصحح لك يصحح لي ولا يقول لي حبيبه اللي هيبر سبونتاني سيتادير تهضر برك تسمى لازم واحد اللي كوتشيها لازم لاسيستانا وكوتشي سيتادير لو فيكو تاعها شتها في عاشور العاشر خطره دارت اون ديكلاراسيون لا ديكلاراسيون هذيك دارت عليها سور لو بلون مورال كيما قال لك مقبل يا فيشي ولا هكذا سيتادير انت تقدر تقول كلام بنيتك ويسخا مال انتربريتي ابخي تولي انت هو لا ماتيير تاع هذيك لا سيمين تاع لو بوبليك دونك دوكاتيك باسكو انا قبل سانسيرمون انا نقولها لك كي كنا نكملوا الوزن الرابح حكمت كاع لي كانديدا قلت لهم يوغا دي غانيون اي بوسيبل دوتر بيرسون وراح فوزخي انفيتي في لي بلاطو تيلي فات اتونسيون نو ديت با نيمبورت كوا ما تقولوش برك باسكو بوسيبل نتوما تقولوها بنيتكم ما عندكمش ليكسبيريونس في لي بلاطو وحبيبه تقول برك يا اخي كش يعني غير تزرع والله انسانه طيبه وقلبها بيض بزاف قلبها بيض دونك دوكاتيك مسكينه شغل خلات المو ريسبكت بوكو شغل تقدرني وسانسيرمون كي نقولها حاجه ديرها ودير فيها يعني ثقه عامية Et donc du coup, Dokatik, je vois le mesquina, elle est en train d'apprendre, c'est de l'apprentissage pour elle. Je vois le troll, mais les amis, c'est Gamrohi, mais encore, je vois le troll. C'est Marsa Manager. Elle est où le manager? Où est le manager? شعبون عرف نافيكي شعبون حبيبي نافيكات مانجر وانت تثير خصك مانجر دير راشي دير راشي يا روح دير راشي تكتب هو يعرف يهضر يعني صح كي نهضروا على هذا المجال هذا دوكا وريتو يعني الله يبارك دي ستار يعني درتو الحاجه الكبيره اللي اي واحد يتمناها دي ماناجر صح ماناجر يعني صح ولا نو لا دون لابسو جو سوي با ماناجر جو سري جامي ماناجر مي هي استادير ياخذوا من عندي دي كونساي بزاف استادير كوتش راح نسخ انفيتي العشيه في لا راديو في هذيك كيفاش نهضروا كذا باسكو خافوا باسكو يخافوا يعني كيما نتوما الله يبارك بوسيبل عندكم ليكسبيريونس في لي ميديا كيما زوبير كيما انت يقدروا يطاكيوكم يقدروا تغلطوا فوزالي سوبورتي لا بريسيون تاع لا سوسيتي حبيبه بلوز او موان مي العميفات عانات بسيكولوجيكمون كي داروا عليها رابح باليز لو اون كاو يديروا به البوز ولا يعاني اي دونك دوكو دون ان سونس برك دو لي اورينتي جو نو سوي با ماناجور جوست نورينتيهم برك رابح تخاف انا لا باني شويه مي نعس راح نهضر كونترول يا روحي باسكو بالي تغلط تخلص تغلط انا كونترول يا روحي والله تقول لي بلاطو تيلي وحدك ولا لازم يجي معاك كاين وين جيت وحدي وكاين اللي وين جات معايا الكوش كيما دوك الحبيبه كنا جينا نويها في الطريق قلت لها ما بلاش بلي يجوز معنا الكوش قلت لها فرحت فرحتي فرحتي كاش نهار احنا نقولوا فتوا هكا في البلاطو هكا حرفوا لكم هكا هضرتكم قال هضرتوا هضره وبعد ديروا هضره واحده اخرى صديق قطعوا حبيبه العام اللي فات ياك ديرها تاع عاشور العاشر ديرها تاع كيما ما كان لازم تقولي تاع الراديو لا العام اللي فات قبل ما تبدا قال لي ميسيون شترت مور لي ميسيون مانيش حاب نهضر عليها والله ولا على فود نهاوي والله غير ديريها حبيبه راهي نقول نروحوا فاصل لطول لي وي نروحوا فاصل قصير نعاودوا صح أهلا بكم مشاهدينا الكرام دائما في برنامجكم مرانا سهلين وعلى قناتكم قناة البلاد ومع ضيوفنا الكرام ونعود نرجع ليك يعني هكا فيت في ما راكش خايف يعني لي بلاطو باسكو احنا كيما على بالنا زبير كاين يعني
قنوات ولا كاين دي بلاطو اللي تجوز فيهم وكما قال زبير يحرفوا لك الكلام ديالك ولا يديروا مينياتور ما عندهاش علاقه مع واش هو المحتوى تاع الفيديو. ماكش خايف رابح؟ انا ما نكذبش عليك، ما كيما نقول لك هداونا احنا بدا مازال اللي يجيش الضومان مي زعما وكان جوج في بلاطو ديرها مع راسنا جوج في بلاطو نهضر هضره ولا زعما ندير جوج ما يعجبنيش ولا يهضر لي هضره زعما جورناليست ما تعجبنيش نوض نكوبي سير بلاص نخرج من بلاطو. تكوبيها لي ما تجوزها ليش؟ راني داكور معاك نكمل معاك ليميسيون ديالك ولا زعما شفت فيها شعلة بالها دخلت وخرجت نوض نخرج. انا راني خايف منها. لا لا ما يشتم وما هيش انني خايف. لا ليه رجعت هاي تعطس بزاف كورونا رجعت شكيت واه حبيبه. لا ليه حبيبه ما ديريش عليه هذا ما يتعشرش حبيبه. كورونا قريب ماتت بلا يعني ما في كورونا شحال كانت تخاف. بكي تخاف يا حبيبه تخاف. انا نخاف رحت للسيكات هذاك تاع خطاه قال لي ما تجيش تجيني انا قلت له ابوكابيليس ولا ابوكاليبس نهايه العالم قلت له قول لي باش هكا ديريكت نعرف واش ندير اقسم بالله حسبي الله ونعم الوكيل. ضربه ضربه ما تخافيش ان شاء الله الكورونا راحت. اش بك ثلاثه ما كان والو كاع مشي شغل هذاك الفيلم شفنا ديجا فيلم بصح كي عشتي انت عشتها سسبانس حبيبه كانت كريسي بزاف. انا ما هبلت كي نقول لك هبلت وليت نحوس على الاكسجين وتوسوس من الاكسجين والمطرح نديرو هكا ما يتسمينا ندير المطرح في وسط الدار ما نقول لازم ندير المطرح قيم وقفت مع الحيط ودرت المطرح خلاص الاكسجين في الدار خاصي اكسجين خاصي اكسجين. حبيبه وشعبو مفقوده شعبو كيف فوت كورونا تاعك؟ والله الا كنت نروح عند الجيش الابيض ما ننسوهمش تحيه كبيره للطاقم الطبي وشبه طبي وشبه طبي اللي كانوا قايمين كانوا والله زعما نروح عندهم المستغان يمكن يقعدوا في لي زوتيل ما يخلوهمش كي يقعدوا في السبيطار ما يخلوهمش يروح عند غاشيهم يقعدوا تماك نفوت كنت نروح عندهم تما ما درتش كاع المرض في راسي وسيفري هي كان بيريوت وحنا اللي ماتوا الله يرحمهم واللي راهم مرضى الله يشافيهم ونتمنوا الخير لهذه البلاد ان شاء الله. مرض طبيعي مرض طبيعي مين يطفوا الكاميرا نقول لكم علاه واعره 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 تعرف حق بلي باغي تموت تاخذ معك احلى لا موش الكرام انا خاطين انا غير سالته هذاك دايره كحله الكاميرا تعرف الكاميرا تعرف ها شويه اعترف للمشاهد شو نقول لهم انا غير كيفكم شوف روحك تبع تعرف باللي راني دايرها غير كيما انت دوك انت وراسك الا كنت خدمه مليحه هذا كان ربي ان شاء الله يهدينا سيختو زي ما قلت ليش يهديك وحدك يا عممتي يا عممتي يهدينا كامل امين يا ربي. الفقره المفضله واللي هي كلمه وحكمه مع رشيد بعد جنجل. رشيد يا ضرب جبت لنا اليوم غير جديد نورمال. شو لا دينيير فوا في الحصه السابقه حكيت لكم على سيدي عبد القادر ولد بيريس تاع فالونس لو فو ولي اللي كاين فارن والحمد لله كان عندها صدى كبير. اليوم غادي نحكي لكم على لوفري سيدي عبد القادر الوالي صالح الحقاني غادي نحكي لكم عليه. هذا الوالي اللي غنوا عليه تاع سيدي عبد القادر ابو علام داق الحال عليا فيك الزليج فيك الرخام سلطان الأولياء هذا يعيطوا له سيدي عبد القادر مول المايدة. على يعيطوا له مول المايدة باسكو الجبل تاع وهران اللي هو مبني فوقها القبة تاعه الجبل اصلا سموه المايدة با بوتر اوتر شوز ويعيطوا لها ابو علام باسكو في القبة تاعه كانوا يعلقوا علام نورمال. على بغيت نحكي عليه بغيت نوضح باللي هذيك القبة اللي كاينة في وهران ولا في اير في الجيري باسكو كاين القبب بزاف سيرتو في الغرب الجزائري وغادي تعرفوا عليها باللي هذوك سي دي سينوطاف سينوطاف شوالا اللي هو مقام بدون جثة ستادير كاين هذاك المقام بصح هو ماشي مدفون تما كاين بزاف يكذبوا يقول لك لا مدفون تما ويروحوا يمدوا زيارة وكل شيء. بون غادي نعطيكم دليل باللي ماشي مدفون تما هو ماشي مدفون تما باسكو هو اصلا جامي جا لوهران هو جامي دخل الجيري إن جامي ميلي بي اون افريك توت انتيير لا علاقه ما يعرفهاش فهادي وهران ولا الجيري ولا لافريك ستادير باش الناس يفهموا باللي مدفون تما نورا مغالطين. دليل الثاني في لي زاني
70 الحكومة العراقية كدولة تقدمت بطلب للسلطات الإيرانية في إرسالية رسمية ما بين الحكومات، طلبوا منهم قالوا لهم باللي أعطونا الرفات تاع هارون الرشيد راه مدفون عندكم باسكو هو عراقي. لي زيرانيان قالوا لهم با دو بروبليم نعطوكم الرفات تاع هارون الرشيد ا كونديسيون كنتوما تعطونا الرفات تاع سيدي عبد القادر الجيلاني اللي راه مدفون عندكم. سيطادير ايران والعراق تلموا لي على بالهم ومدفون عندهم راه تما عندهم وحنا نقولوا باللي مدفون عندنا. بون هذا عبد القادر الجيلاني اولا ما سموهش عبد القادر الجيلاني، سموه عبد القادر الجيلاني بالنون ماشي الجيلاني، الجيلاني باسكو زايد في واحد المنطقه سموها جيلان جايه في الفرس. هذا زاد او 1077-1078 في منطقه جيلان الاج دو 18 عام راح لمكه باش يحج وتما تلقى علوم دينيه بار لا سويت اي سي بيرفيكسيوني في الدومين تاع في الامور الدينيه وراح عاش في بغداد اللي مات فيها. سون سيل فواياج اللي داره دار في مدينه بعقوبه في العراق وكانوا يعيطوا له الشريف البعقوبي. من بعد هو الفكر تاعه بعد ما اجتهد خرج كون ابل الطريقه القادريه نسبه الى عبد القادر نسبه اليه الطريقه القادريه. شيء الحاجه اللي دخلها تاعنا الالجيري سي كو اون 1115 ولد شعيب بومدين الغوت لو سان باترون دو تلمسان المعروف زاد في كاتانايا حدا جاي حدا سيفيل حدا سيفي اون اسباني. مين كبر كيبغى يروح للحج في الحج في مكه تلاقى مع سيدي عبد القادر الجيلاني تلاقى معاه وتاثر بالفكر تاعه من بعد ديبلاصا معاه ما من بغداد وتلقى عليه الامور الدينيه في ما يخص هذه الطريقه الصوفيه تاع الطريقه القادريه. من بعد بار لا سويت هذا سيدي بومدين اللي هو لو سان باترون دي تلمسان من عاود ولا لالجيري قعد في بجايه بريسك 10 قعد يقري في الامور تاع العلميه في بجايه. بار لا سويت بغى يعاود يولي لبلاده لاسبانيا باسكو هو اندلسي. او كور دو روت من جهه العباد في تلمسان توفى. ظروف تاع الوفاه تاع الناس مختلفين فيها، كاين اللي يقول لك مرض، كاين اللي يقول لك متربي، كاين اللي يقول لك قتل. اون تولي كان مدفون في تلمسان وهو ولي صالح راه في تلمسان. بار لا سويت لي زاديبت تاعه اللي تشبعوا بالثقافه الصوفيه في ديك الجهه في المنطقه الغربيه من الجزائر يعيطوا لهم لي خوان نسبه الى الاخوان. دو لي نون دو فامي تسمعوا لي خواونا تسمعوا لي خوان، هادو لي نون كاع ديريفي من هاد لي خوان لي سيتي لي زاديبت تاع سيدي بومدين اللي مدفون في تلمسان. بون او 1425 القبه هذيك اللي فوق الجبل تاع وهران في هذاك العام تبنات هذيك القبه. هما على كانوا يبنوا القبب باسكو هو ماشي مدفون تما. هذيك القبب هو اون برينسيب في اللغه العربيه الفصحى ما سموهاش مقامات باسكو هو لم يقيم بها، سموها مشاهد يعني شاهد على سون اكزيستونس باش ينكروا الناس باللي الى اكزيستي. اوتر شوز التواجد تاع هذه القبب اللي تشوفوهم في الجيري كان عندهم كونوتاسيون بوكو بليس بوليتيك كو ريليجيوز. غادي نفهمكم. الانسان ولا مام الحيوان كاع المخلوقات تاع ربي لور برومي سوسي من ينخلقوا سي بيان دو ماركي لور تيريتوار. مام عند الحيوانات المعربه تماركي لو تيريتوار تاعك. الوغ هاد لي خوان كاسكي فوزي كانوا يتنقلوا وباش تزيدوا تعرفوا. وهذا عبد القادر الجيلاني كما قلت لها دنيا فوا الا سالتوراس يجي في العلاني في لي زوتور. علاش؟ باش كي تكون نتايا جاي كي تشوفها في القبه تاع تشوفها من تكون الفوق تعرف بلي هذا لو تيريتوار سي تاع الطريقه القادريه. لي بوديست في الهند وكل شيء ثاني كانوا يطلعوا الهيمالايا كانوا يبنوا دي طومبل تاع بودا ما يطلعوا لهمش غير باس لي باسون من جوفيتين باش يعرفوا بلي هذا سي تيريتوار تاع لي بوديست. لي كريتيان ثاني يبنوا لي سكون ابيل لي سياج ايبيسكوبو كانوا يبنوهم كيما كيزا اللي كانوا دايرينها بكري وكل شيء باش تعرف بلي هذا التيريتوار تاع هاد البلاصه. كي نقول لكم بلي زاد او 1425 اي سي بور ماركي لوتوريتي اي لو تيريتوار تاع ذاك الانسان. على ليبوك وقت اللي بناو هذيك القبه سيد الهواري كان زايد وكان عايش تما باش يبينوا لا سوميسيون تاع سيد الهواري للطريقه القادريه بناو له القبه فوقه. هذا التدخل باش نقلعوا واحد الخرافات. هذا ولي الله صالح الله يرحمه حنا نقادروه ونحترموه بصح سون بلوس وماشي مدفون في الجيري. شكرا يعطيك الصحه. يعطيك الصحة فريمون يعطيك الصحة. مع رشيد كل يوم نتعلموا حاجة. نتعلموا حاجة. وكل يوم نفهموا حاجة. اه وي. حبيبي. وش رايك سامي؟ روعة. تخي بيان. تاريخ روعة. ربي يخليك.
سي بيان دو كونيتر ليستوار. واش كي يقعد يهضر كي يديك يديك مع تروحه تبع عليه يمد. تعرفوه من قبل عشان انا عارفوه مي جي جامي شغل J'ai jamais eu la chance, machine de l'arabie. Nous sommes, et ça fait un grand plaisir d'écouter ce genre de discours. يعني اللي ربيك ويخليك يعني يعطيك واحد الروحانيه يخليك تحس بالاكزيستانس ديالك وتحس تحس بالجذور ديالك وتعتز بالجزائريه ديالك وتفهم امور لي بوسيبل داس بكري كانوا يديروهم ماشي باغازار مي ديغيغ توجور كاين اون ريفليكسيون لوجيك اللي تخلي الناس تتبع هذيك الامور. وهاد الامور اللي يتكلم عليها اليوم كاينين افيك اون اوتر مانيير يخليوك يعني يكون عندك مغزى في الحياه. لو كان ما كانوش هاد الصوالح في الحياه نقولوا عايشين شغل يعني كوم دي بيت ما عندناش هدف بيناتنا وكذا. سي بور سا اليوم لا غير في الجزائر في لو موند اونتي هذا السنيين والشيعيين وصوالح صافي ان غون بليزير. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. انا يقول لك دي فوق في العرس تاعنا تاع الدواوير يقول لك ما يعرفوش الدار اللي فيها العرس يقول لك شوفوا راه معلق الاعلام. واه يخرجوا الاعلام مازال حنا عندنا هذا بالك هاكواك ما كان عندنا حنا مازال عندنا تخرج يديروا نواشه ورد الفوق ويديروا الاعلام غير فنارات عمره ويعلقوا دائما العرس قبل بسيمانه باغ اكزومبل العرس نهار الخميس هما الخميس هذا الخميس الجاي يعلقوا يديروها في بلاصه بعيده الفوق باللي ودي هنا كاين الاعلام العرس تاع فلان. الله يبارك. بصح مازال كاين في الدواوير مازال عندنا احنا ما عندنا احنا في قديم نديروا مازال كاين في زموره مازال كاين 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 الدواوير هذو مازال كاين. تسمى راكم كاع معروضين؟ لا ماشي راكم معروضين لا اللي يجوا حبس راكم معروضين السمانه السمانه خاصك صوت لا زعما باللي اللي يجوا اللي يجوا قالوا ما يسقسوش هذو نسى ما يسقسوش الرجال اللي يقوهم برا يقعدوا يشوفوا وراه تقول لك الاعلام راه وين فوالا عارفه تماك عرفت ديك الاشاره. الله يبارك. عاداتنا وتقاليدنا بزاف يعني كبار وشاسعين 58 ولايه فيها عادات وتقاليد وحده ما تشبه الخطره. نروحوا نشوفوا فيديو اخر. شاكين انت هكا حتى يقولوا لك باش تمشي ها شعبون واه لا ايوا عم يقولوا احشم احشم انت هكا صح شعبون انا هكا صح شعبون هو حشام حميده انا عافاهم بكري حشام غادي نعطيكم معلومه حصريه عليه باسكو حكاها لي كي قعدنا انا وياه برا وبلا كنا نحكوا فلوتي كنت انا وياه قلت له نحلو قلت له هذه الهضره تاع الشوابين والدعاوي وعقلي عليها هذه الهضره تاع منين جبتها قال لي هذه بكري جداتي كانت مين تروح تدابس تديني معاها قال لي حفظت عليها كاع هضرتها هشام الله يرحمها الله يرحمها واخ كيما مشاهد كيرام باش نحكيكم جيت معاه من الوهران جبتها معايا حتى ربع سوايع راقد اقسم بالله راقد ويهترف صح والله العظيم ويتكسل ما خلاني يسوق ما ناض ويتكسل يدي هكا بعد يدور منا على الثقه راح 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 يهترف يهترف ارجل يهترف شكون راح شافون راح 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 بصح احكي لي البين احكي لي علاقتك مع جدتك الله يرحمها انا عمري علاقتك مع جدتك شابه ومليحه كيما حكيت لي الله يرحمها ويسعدها الله يسعدك الله يهديكم عشكو يقول لك الولد ولد الولد يجي عزيز على 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 ولدها تاع بصح انا ربتني جداتي بونداتني ماشي مداتني مي شويه عشت مع جداتي وعشت مع امها في دار وحده مي جداتي بزاف كشغل كنت المعزوز هذيك هي لا تخمم بالك خمم فيها كانت تسارني تهضر معايا هكا نهضروا على كاش حاجه بين غير انا وياها راسي وراسها عايشين انا وياها في الدار والله يرحمها مات الله يرحمها الله يرحمها زيد زيد واش تعلمت عليها؟ احكي لنا احكي لنا. يا ونقول لك وخليها في السطره اخوتي قال لك نيتها كشيله
علمتني جدة وعلمتني واحد الدروس. كيما علمتك جدتك ديريها فوتوكوبي جدة. علمونا علمتنا اسرار الحياه وكنت يقرصونا من تحت الطابله. انا وانا جدتي كان عندها واحد الضرب والله العظيم زعما كون يسمعوا به الدوله ولا الدروغ كيما كيش تدخل تحتك تدمرك منا. ايه وبهذا زوج يدين هنا. ايه اش راني نقول له؟ القرصات. شوف كي تطلع نحس ان نتحرحر كي نهضر عليهم نتحرحر. تقدر تقول وزير معك شغل مع القرصه مع الفم. تقول انت ما بيك تشوف التحت ولا تشوف الفوق يدك. قلت لك صاي كل جديد. حس النار قاعده تشويك. الله يرحمها وقال لك اللي راح لها كبيره راح لها كبيره. اللي راه عنده شيء كبير يروح يرفع من دروك لا بغى ينقرش ولا بغى يعاير ولا بغى ما يعليش يسعفه. الكبير هو كل شيء في الدار. هو الصح الكبير هو الصح. صح ولا ماما ما مسكينه ما انا ما شوف احنا كبرنا يتامى وما خدمت علينا. نشوف التحيه كبيره للجميع جميع ام تخدم على اولادها ودي اولادها تحتها ما خدمت علينا فندو ميناج حتى كبرنا وكي نقولوا كي تكون داخل شي بلايص والله العظيم تلقى مرات تسيق والله الا قال حتى تنشف لها تسيق بس كنشوف فيها امها ما كانت تسيق تحت الكرعين تاع بيرويات هكا نشوف فيها الام تاعي. تحيه جميع المرات تخدم على وليدها وكبرتنا والحمد لله ونقولها ما نموت عليك وربي يعطيك الخير ان شاء الله يا رب. علاش تضحك؟ وافهم حاجه عشان خاطر انا وياك شغل ما يحكي لك حكي وشويه شاركنا باش نضحكوا احنا ثاني معاكم. هيا الحلو ما يقدش انا نورمال هو شوف اللي يهضر. لا لا والله ما قد زي يا راه خر وصيتك ماما كيفاش ماما المسكينه ماما ما كانش تضربك؟ لا ماما ما تضربش ما عندك فيها غير التواغ التواغ بصح جداتي تضرب جداتي كي ديفا نقولها ما كان كون جبت كوفيرتي تقول لي حط تاع الضياف نجمع في صالون رد تاع الضياف اي حاجه كنت تسمها ماشي دارنا تاع الناس احنا كي يجي عندنا تسمى ضيف نعيشوا في جرته ناكلوا غايه انا نقول حرج شور قعد قعد والله تقعد ما خاطر دخلت عندنا شبره الضيف اللي جا عندنا تلقاتها مغطي بكوفيرتها كوفيرتها تغطيتها انا وياه وما قاعدة تشوف فيها هكا قلت لها أمها والله لا مولاها قال لي سقتي لما تزقي بس كل شيء زبيرة مبيت بالضحك أخذ وقت ما بالك والله شوف قول قلت لك تنقاطو عطنا تنقاطو قلت لك تأخر اللي قلت لك عليهم عندنا اطباق عندنا اطباق بالك كل واحد وفي الناحيه تاعهم كيقولوا لهم احنا عندنا قاطو وكاين نقولوا لها طورنو كاين نقولوا لها صابلي اطباق تاع الغرب كاين يقول لها خراره هذا قاطو اطباق تاع قاطو زعما كانت عندنا خطره جات عندنا ضيفه ما حطت طابله انا قاعد نجمع انا كنت نجمع حدا امه كنا نقعد ناكل امه تقرصني تقول لي حبس حشمتوني قدام الضيفه نوت باش امه ما تبقاش تقول لي حبس نوت جمعت حدا الضيفه فهمت كيف باش امه ما تبقاش تقول لي حبس هي قعدت ناكل بالحبات تقرعت شبعت شد في امه تلقيت ودنيها حمرين في القدر تمام ما قعدتش كي تقول لي حبس كي دارت لي امه دارت لي هكا كي الضيفه كانت حاطه راسها انا بهذيك تاع هكا نقصت عند الضيفه دوني معاكم ما تخلوني جويا انا عارف مور هذه تاعهم جيم اوفر ديريكت هذا تاكد ربي يحفظها امين يا رب جميع امهات ان شاء الله ربي يحفظهم نروحوا نشوفوا فيديو اخر ما نشوفوش فيديو غلطة المخرج غلطة ترى شوف كوسوطي يا مخرج انا بعد الحلو سرحوها عليا بدوها ملعب وراك الزمن طويل زبير نعاود نرجعوا لك كوتش كنت تنضرب انا؟ ايه كي كنت صغير وي انا كي كنت صغير كنت عاقل شغل ماشي اوفيت انا كنت عاقل وفي الحومه كان عندنا واحد كي تعرفوا في الحومه كي كنا صغار كسوا في ليكول ولا توجور كاين وحايد يحقر وحايد انا كنت نتحقر انا عندي خويا الكبير
سي تان باغالور يضارب وما يخافش كي يضارب. وعندي واحد وليد حومه كان قاباري علينا توجور جايته عليا انايا دونك يحقرني يضربني عشاك فوا اي وليت ما نخرج هادي وليت ما نخرجش ماش ما نتلاقاش معاه ماش ما يحقركش باش ما يحقرنيش. ابخي اون فوا خويا قال لي بون نحبطو نلعبو ماشي كبير عليا بزاف كبير عليا بدوزو. قلت له نو قلت له ما نحبطش. قال لي وعلاش كدا؟ قلت له ما نحبطش باسكو قلت له كل يوم نضربو يضربني ويغلبني ويتوس انا جيتي با ان باغارور ولا كدايا سادير انا شغل انسان خيس روحي صوفت مسالم خريف دريت مسالم. قال لي لا نخرجوا خرجنا نلعبوا الو خرج شغل هذاك النهار قال لك زعما جاتو زع يحقر كي كوم دابيتود ايتو سا باسكو انا وفات كنت في سبور شويه عندي لي كاليتي فيزيك كنت نجري بزاف ايتو سا ايتو سا كنا نلعبوا تريب اللي ما بيش اللي تعرفوها نص منا نص منا ويسلكوهم ويلعبوا ايتو سا كنا نلعبوا وانا سلكت خويا والاخر ضربني بردخه يا خويا حكموا خويا دار علي خويا وشنو ومن بعد تلمو ضربوا السمانه الجايه عيط لخو حبط من فرنسا كان في فرنسا باسكو خو زعما يحقر خويا ثاني باسكو خو ثاني حكى خو حبط شرا بي كي كان في يعني عزيز البي حبط كي حبط ماشي يضرب خويا ومن بعد ديك الحكايه كبرت ومن بعد لافامي مع لافامي وهذه كلها ومن بعد تكلمت هذه قالت ما كنت نتحكر انا هو السبه وميما ياخو جينا في وقت الزير سالم ولا ترى قبيله كنت القبيله وتروح حكايه الحمد لله سكت على خير تروح حرب الباسوس حرب الداهس والغبرة عواد 44 سنه الحرب ولا 40 سنه الله يبارك والله غير يعني هادو ذكريات اللي نقعدوا فيها نروحوا هذا والله العظيم من امان حبيبه ماشي هادي حبيبه ماشي هي ماشي هي نعاود استغفر الله بالله انايا نعاود نشوف لا عندي لي فاش شتي في الديفيلي دو مود ها شتي كي دار الديفيلي دو مود باش توالو شتي في الديفيلي ما نعرفش كيفاش الطالو بصح شتي ولكي بالله حبيبه اول مره جيت جاوا ما جيتش انا ما جيتش في البرنامج انا تفرجت نروحوا نشوفوا زبير في اخر نروحوا نشوفوا فيديو اخر رابح ليزيماج هادو لا مامو ربي يحفظها ان شاء الله يا رب العالمين كانت قاعده قدامي في الطابله كانت قاعده قدامي قاعده تقول هو اللي يربح ويربح كانت مامنه فيك واش تقول لها انا كنت قالك نهضر معاها كي كنت في الميسي نقول لها يما نقول لها ما قعدليش قعد لي شهر نقول لها شوفي هاد الايام طحن فرصي باسكو كنت فرصي عبال بلي نسنى زعما نعيا نفشل نقول لها يما دعي لي تعيط لي مسكينه تقول اقسم بالله على الفجر 4 تاع الصباح تعيط تقول لي دوك راني صليت وانا دعيت لك مسكينه واش نقول لك يما خربي لها في عيني هكا دخلي عينك يدك في عيني تخبيهم ما تمسيلهاش ولادها كما كان يهضر مقابل خويا حميد قال لك انا يما خدمت ثاني فوند ميناج على جالنا باسكو انا عندي بابا الله يرحمه كبير انا ما ديفيرونس على الله بين بابا ويما 32 سنه بابا يما دوزيام فون بابا كبير يما 32 سنه الور مع الكبر تاع بابا طاح مريض سما ما كانش يكون يخدم عند حنا كنا صغار خرجت يما خدمت فوند ميناج سي بورسون يقول كي كان يحكي حسيت واش كان يهضر نوجه تحيه للجميع ام سفرات على ولادها انا كان يقولوا لي ما باليش انا تمتقلبك لي يماك نمد لها الوثيمه نورمال نضحي على يما ما تيمونجينيش هكا نورمال ربي يحفظها لي ان شاء الله نقول لها يما ربي يطولك في عمرك ان شاء الله والله يخليك تجفق على راسنا ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين حبيبه دموعك غاليين واش تفكرتي ما ماشي تفكرت لكن الأمهات ضحاو والتضحية تاع أم ولا أم أنا ما ننسى روحي كنا مثلا ضحيت خدمت فام دو ميناج كنت نسيق على 7 تاع الصباح ولا 6 باش ما نديرش عقدة لولادي نقول لهم راني نروح نقول لهم الصباح راني نروح قري هكا العجايز وهدرتها هكاك بك رحت من بعد وليت في محو الاميه صباح نسيق فام دو ميناج في تريزور تاع بومرداس سيق الدروج وفي الدروج كي تسيقيهم لازم كنتي قاعد تبعي صحاب الميقوات وقايتيك ديت انذار على جال الديريكتور اللي قال لي ميقوات
قلت لهم انا خلاص كي قال لي قوم باش نخدم انا هنايا نخدم محو الاميه محو الاميه ما نخلصش عليها كنت قريع جايز الحمد لله ديكتور توسوس لي قال لي كيفاش العشيه تقري والصباح فامدومين كيفاش في العشيه كرطاب وفي الصباح نسيق قلت انا المهم نجيب القوت لولادي لان كنت في ظرف خطير جدا ورغم انني كنت فام دوميناج كنت نقرا كنت نتبع في جامعه التعليم المتواصل جبت الباك عندي ديو اون دووا دي زافير نايس ماك خدمت كاع الخدمات خدمت كلانديستان كنت عندي طوموبيل خدمت كلانديستان كنت نكلوندي خدمت بزاف درت مربيه تاع النحل عليها كنت نهضر لك على النحل قريت تاع النحل عندي لاكارت تاع فلاح كاتبه جس في مراحل ما نقدرش نحكيهم جوس مراحل تاع اضطهاد دي فوا الناس يحقروا بالعين طيحي في يد شريره تقدر دير بك واش تحبي من اجل الدراهم ولا القوت تاع ولادي كنت نتحمل امور وساكته الى ان يفرج الله وشنو اونتخ طون كنت نقرا وكانت عندنا الشمعه ما كانش تليسيتي كي تزوجت كانت غير بالشمع ندير شي 20 باكي تاع الشمع بس كان مرفه بالشمع من بعد كي رحت الراجل ما كانش الشمع ونقرا ونخدم فام دو ميناج ولادي كنت نكالي القرعه تاع البيبرون لبنتي نكاليها برك ونحسب لي زوغ شحال التسييق شحال نكمل شحال سوفينا في مرحله وانا اول وحده اللي خدمت فام دو ميناج واعتز بالخدمه تاع فام دو ميناج تبدلت حياتك حبيبة؟ تبدلت من فام دو ميناج وليت عندي زعما اجونس تاع اعمال بعد تخلعت وبعد درت كباش كانت ماما جداتي كيما درت كباش كنت نقرسهم ونبيعهم نجيبهم من الجلفه ولا الجلال نقرسهم في الدار في الكوري في داري في الشمبره تاعي درت كوري يطلع الطاقه الشيخ ناض لقى كوري مبني قال لي ما فهمتش قال لي كي تدي في شويه بالاراضي ولا ما فهمتش قال لي تبني كوري وين صارت هذه قال لي عروسه جبناها تبني كوري قلت له باش نسترزق ومنا وقعتك قال لي كي تروحي قال لي تقدري تروحي ترعي ما كاينش مشكل احكي لنا شويه على راجلك خلاص لا لا سيدي مات الله يرحمه الله يرحمه ويوسع عليه انسان ما شاء الله واش انسان كيفاش عشتي معاه؟ عشت المره والحلوه لكن الحمد لله ربي قعدت معاه حتى توفى العام اللي فات الله يرحمه كونسير ضحيت على كلش ضحيت في كلش باسكو الشيخ ما كانش خليني نخرج كنت ديما نقول عندي لي زاناليز ما نجيبش الدراري من وين نروح نقرا نروح نعقب البيرمي نروح نسيق ندير كلش في دقيقه واحده كي لا غني كنت وصلت جوز واش صار في الجزائر واش صار في الجزائر الاشياء اللي صارت كاع في النيجاتيف ولا البوزيتيف تجوزتها الله يبارك الله يسلمك راكي هنا يعني تمثلي المراه الجزائريه المثابره انت بارمي دي ميلي دي ميلي دي فام اللي راهم يسوفريو على اولادهم وراهم يعني مثابرات سوفريت عليها ويعني تحية كبيرة للمرأة الجزائرية اللي تقاوم على أولادها وتميز على أولادها وما كانش خدمة عيب يعني فان دو ميناج تحية كبيرة لهم فان دو ميناج في الجزائر حبيت نقولهم برك باللي لي فان دو ميناج عندهم دي ديبلوم قارين متربين مجتمع تاعنا من ذاك عينو زايغة يفهم حاجة واحدة أخرى انا كنت فام دو ميناج بصح نقرا باش نزيد نلحق المراتب وليت نحلم نولي عالمه ومن بعد كاتبه خرجت كتاب درت كاع فيه المراحل هذه اللي جوزت وشنو عشت في دائما نعيش في الافلام الكرتونيه عندي الامثله تاعي من ساندي بال وسينان وكاع ومازلت عايشه معاهم دوكا تحيا سينان الله يبارك علمنا المحبه ساندي بال علمنا زعرور زعبور هذوك وترباو من بعد الخبع الاخر ولاو حنان حنا يا حبيبه لحقنا لنهايه البرنامج جاز خفيف وظريف كلمتك الاخيره كلمتي الاخيره ان شاء الله نكونوا دائما يد في اليد ان شاء الله وحنا شعب حنين الحمد لله وشعب يقدر المواقف
ونتمنى دائما نظره مليحه وجاده للطفوله، لان في الطفوله لما تغرش هذا البيبي ولا هذا الطفل اللي هي انا طفله وما زلت عايشه في الطفوله، يعني يضحكوا عليا ولا ما زلت نحب الكوكينات ونحب هايدي وناكل خبز تاع جدي، ما زلت تلميذه وزدت تلمذت على يد الكوتش واللي كان كنت ماشي مربيه، نقول لك الصح ماشي ماشي مربيه من ناحيه، كنت كي هايشه ناكل برك نرقد برك، البيجامه نروح بها البنتوفه تاع ميكي كي بداوا لي انذار، قلت لهم انا هاد الحوايج مرتاحه فيهم، حب الراحه ويا شنو السمانه لازم نلبس حاجه ما تخنكش، وما فهمونيش العمل. نفس الصايد بيفهموك حبيبه. لا لا غير فهموني باسكو انا مراه مجاهده، صح مجاهده. الله يبارك فيك. صح مجاهده. اه. يعطيك الصحة. شكرا جزيلا لك حبيبه. كوتش. نقول لكم يعطيكم الصحة، جو كخوا ليميسيون سي بوغ بلوس لي زانفيتي بوغ رابح وحبيبه، يعطيكم الصحة وصحة سحوركم. ربي يخليك. شكرا جزيلا رابح. كلمة أخيرة. نشكركم على الدعوة مرة أخرى ونقول لكم صافي غرو بليزير اللي كنت معكم اليوم. نحيي كاع الشعب اللي مر الشاشة ويشوف فينا والبيبليك اللي كان حاضر معنا اليوم، ونحيي كاع الأمهات الجزائريين، نقول لكم ربي يحفظكم إن شاء الله وربي يطول في عمركم. آمين. وصحة رمضانكم إن شاء الله. ربي يعيشك ربي يخليك. رشيد كلمة أخيرة. أنا تحياتي الخالصة والله العظيم باسكو سي توشون سي اللي قالوه للوالدة تاع حميد والوالدة تاع رابح. تحية من القلب من القلب ومليار. يا حبيبك الله يحفظك يخليك حميدو. نقول لكم صحة سحوركم وتحية للشعب الجزائري، نقول لكم صحة سحوركم وتصوموا بالصحة والسر إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. زبير مشينا نقول لكم ونلحقنا نهاية السهرة تاع اليوم. حبيبة برافو عليك برافو عليك. كوتش كنت في قمة إن شاء الله يا ربي، كي نسمي نجي عندك باش نقص رابح. أنت الثاني برافو عليك وربي يخلي لك الأم إن شاء الله يا ربي. رشيد نموت عليك وأنت قدوة ربي يخليك، أقسم لك بلا غير مثل في كلش. حميد نموت عليك الله يحفظك، نموت عليك مخرج قال لك تودع. جماعة لا قدر الله شي حاجة ولا هتهلاو. حميد نموت عليك الله يحفظك، وسلم لي بزاف على ماماك، وتحيه كبيره كاع الامهات المثابرات المجاهدات اللي خرجوا رجال. اكزاكتومون. نقول لك صحه سحورك وصحه سحوركم وبيبليك، صحه سحوركم في قحره لكم الثانيه. خاصة انتوا مشاهدينا نضرب لكم موعد غدوة إن شاء الله في نفس القناة، قعدوا دايما برونشين في برنامج رانا ساهرين وعلى قناتكم قناة البلاد، وش نقول لكم صحة سحوركم، تلقوا غدوة إن شاء الله.